يسعد صباحكم مرة تانية. وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته 171 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2017، وبلغ عدد الجوائز اللي منحها المجلس 48 جائزة. النهاردة هنكون معانا فائزين بهذه الجوائز، الأستاذة سماح الطنطاوي والحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية، والأستاذ الدكتور حسام عبد الجواد الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية. يسعد صباحكم منورنا وألف مبروك. صباح الخير، نورتونا. صباح الخير عليكم. احنا بس عايزين نقول ان دكتور حسام عبد الجواد هو استاذ مساعد انس في جامعه القاهره، ودكتور سماح طنطاوي ايضا مدرس في قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسيه. صح كده؟ صح. طبعا هم البورتفوليو او السي في مليء بالجوائز والانجازات المختلفه اللي هنستعرضها برضو خلال الفقره دي. بس هبدا معاكم الاول، يمكن ديدس بريس، هبدا بالدكتوره. المجال اللي حضرتك حصلت فيه على جائزة الدولة التشجيعية، أنا عارف إنه ده فرع مستحدث كمان في أكاديمية البحث العلمي، وإيه المجال اللي حضرتك برضو قدرتي إنك تحصلي فيه هذه الجائزة؟ طيب، هي بالنسبة للجوائز اللي مقدمة من أكاديمية البحث العلمي بيكون فيه طبعا شروط للتقديم، ومعظمها بيعتمد على الإنتاج العلمي، الأبحاث العلمية، وكمان خدمة المجتمع. يعني جزء من التقييم الجائزة بيكون على أي أنشطة في هذا المجال يعني. فبالنسبة للأبحاث اللي كانت مقدمة للجائزة، هي كانت تشمل أبحاث اللي قدمتها أثناء فترة الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، تتضمن حاجات مرتبطة بأنظمة النقل الذكية في نظام طورناه أثناء الدكتوراه وما بعدها. هذا هو نظام ITS. ايوه بالظبط، انتليجنت ترانسبورتيشن سيستم. ده والسيستم اللي كان اشتغلت عليه اثناء الدكتوراه، ولسه يعني حاليا شغالين كمان في تطويره لان هو يطبق بالفعل على الارض، كان في تحديدا في التحكم في اشارات المرور بشكل يكون معتمد على انظمه الذكاء الاصطناعي والروبوتس اللي حضرتك كنت لسه بتتكلموا عنها. وحاليا انا بشتغل في اكثر من مشروع بحثي معتمد على الذكاء الاصطناعي بس بتطبيقات مختلفه، مش بس تحديدا في الترانسبورتيشن او في النقل او المرور يعني. حضرتك كنت في كندا صح؟ صحيح، جزء كبير من خدنا دراسه الدكتوراه تمت في كندا، يعني سافرنا كندا للحصول على الدكتوراه، وقعدت بعدها حوالي 4 سنين أو 5 سنين قعدنا حوالي. بس رجعت لمصر في الاخر. رجعنا مصر الحمد لله. طب ده حاجه تبسطنا. بس طب اسالك سؤال، معلش انا اسف، لكنه ما في عقول كتير مهاجره، يعني ليه رجعت؟ ليه رجعنا؟ وهسألك نفس السؤال على فكرة عشان تحضر إجابتك بقى من دلوقتي. جهز نفسك. لا، هو الحقيقة هو طبعا احنا اتعلمنا هناك كتير، واكيد خدنا خبرة كبيرة، وده كان بيدينا احساس بالمسؤولية جدا، انه طالما عندنا الحمد لله الحماس والعلم او الحاجة اللي نقدر نفيد بيها، وممكن يكون عندنا كمان المقدرة او السبل يعني نقدر من خلالها نحقق ده، ننقل الفايدة او العلم اللي اتعلمناه، فدي مسؤولية كبيرة تخلينا حابين نرجع ونضيف بيها لمكان دينا بالفعل. ده والسبب الاهم والاساسي كان العيلة والروح اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها. دي كانت حاجة مفتقدينها جدا، دايما كنا حاسين ان في حاجة ناقصة واحنا هناك. ف احنا كنا بنشوف نماذج يعني ناس اجانب وبلادهم الاساسية هناك، ولما بيلاقوا ان ممكن بخبرتهم بعلمهم يحل يساهموا ولو بجزء بسيط من حل مشكله في دوله من الدول الاخرى اللي فيها تحديات وصعوبه في المعيشه فيها، بيسافروا ويعملوا ده. فبال لما تكون الدول دي بلد. دي يعني اسباب مجتمع خلت منا. طب لو انا الدكتور حسام عبد الجواد، برضو اسال حضرتك نفس السؤال اللي ساله او اللي طرحه حسام. كتير احنا عندنا عقول مهاجره مصريه طبعا مشرفه جدا وبتشغل مناصب عليا بره مصر، وبرضو ما زالوا دلوقتي كمان في السنين اللي فاتت الدوله بتستدعيهم، وهم بييجوا بجد متطوعين وعايزين يساعدوا البلد ويخدموها وينقلوا الخبرات والتجارب او اللي اتعلموه كله بره لمصر لمساعدتها لتنميتها والاصلاحات الاقتصاديه اللي احنا ماشيين فيها. بدايه كده، حضرتك خدت الجائزه على ايه تحديدا، وليه رجعت مصر؟ طيب، الاول شكرا جزيلا للدعوه الكريمه، وبصبح على كل الساده المشاهدين. الجائزه كان فيها 3 اجزاء رئيسيه، جزء ليه دعوه بالبحث العلمي والانتاج العلمي، وجزء ليه دعوه بالتاثير في المجتمع والبيئه اللي حواليك عن طريق النشاطات اللي بتعملها سواء في داخل الجامعه او خارج الجامعه عن طريق انشطه استشاريه او مشاريع تفيد البلد.
وجزء بيتعلق بمدى المامك باحدث حاجه في التكنولوجيا يعني في الفرع اللي انت شغال فيه. دي كانت الامور الثلاثه الرئيسيه او المحاور الرئيسيه اللي بيتم عليها التقييم، والحمد لله يعني ربنا وفقنا. طب انا هستاذنك نكمل اجابه حضرتك، بس احنا لازم نروح لنقل مباشر لمؤتمر صحفي رئيس الفريق الروسي للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. نتجت عن الانفجار لأنبوبة ناسفة مدفونة بالأرض وليس بسبب سقوط القنبلة الجوية المزودة بالكيماوي، وتحليل التربة والنماذج الأخرى دلت على أنه انعدم غاز سارين في هذه النماذج المعقودة. وعلى الصور المقدمة والفيديوهات المقدمة لم تكتشف أي أثار وأدلة على استخدام المواد السامة القتالية، وهذه السيناريو شهدناهنا في الحالات الأخرى وبخاصة في مدينة دوما السورية. الطرف الروسي قام بالتحليل الدقيقة والمفصلة واستنتجت أنه لما يكون ذلك استخداما حقيقيا للأسلحة الكيميائية، واكتشف الظروف والملابسات التي تستدعي الشكوك في حقيقة هذا الحادث، و أثبتت استحالة وقوع القنبلة الجوية المزودة بالمواد الكيميائية السامة في هذا المكان، والبالون المكتشف على السرير في احدى الشقق من المستحيل ان سقط من السماء ولم يكسر هذا السرير. بلا شك كانوا يعملون اشخاص جاءوا بهذا البالون من الشارع ووضعوه على هذا السرير المزعوم، و النتائج كلها كانت تستدعي الشكوك، وشهدنا مثل هذه الحالات والأدلة في بعض الحوادث الأخرى. أما بمسرحية تقديم المساعدات الطرف الروسي أمن إيصال أولئك الذين شاركوا في هذا الحادث وحضروا المؤتمر الصحفي في اللاهاي وقدموا أدلة و شهاداتهم، ومن 26 إلى 28 في اللاهاي ستجري جلسة منظمة حظر الأسلحة، ومن المتوقع تقديم التقارير الخاصة الهجمات الكيميائية المزعومة في 2017 في سوريا، وبحسب السيناريوهات المطبقة سابقا اللجنة حضرت التقرير واستنتجت أنه من المرجح أن استخدم في هذه المدينة السورية حادث استخدام الأسلحة الكيميائية،
والمعلومات الواردة من الخوذ البيضاء تتضارب مع الوقائع المكتشفة والتحاليل المنفذة من قبل الخبراء المهنيين الذين حققوا في هذا الحادث على أرض الواقع. والمشتقات الكيميائية المكتشفة من قبل المختبرات المهنية والخبراء الكيميائيين لا تتناسب قطعا مع المواد المعلنة والمزعومة من قبل المعارضة والخوذ البيضاء وأولئك الذين يحاولون اتهام بالحكومة السورية والطرف الروسي. برأينا المواد الكيميائية المعلنة والمذكورة ربما كانت تم إيصالها من قبل أفراد الخوذ البيضاء مبكرا في مكان الحادث قبل إطلاق هذا الاستفزاز بالأسلحة الكيميائية. طبعا كنا بنتابع مع حضراتكم جانب كده مؤتمر صحفي لوزراء الدفاع والخارجية الروسي حول التحقيق عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، ولسه مكملين مع حضراتكم مع ضيوفنا الكرام الدكتورة سماح الطنطاوي والحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية، وأستاذ دكتور حسام عبد الجواد والحاصل أيضا على جائزة الدولة التشجيعية. وكنا لسه مع الأستاذ الدكتور حسام عبد الجواد وبنسأله عن مجالات البحث اللي حضرتك خدت فيها الجائزة وليه رجعت من كندا، بس كان في النص كده كان في حوار مهم جدا انتوا تعرفوه، انه الأستاذ الدكتور والسيدة الدكتورة هم أصلا أزواج، فإن هم اتعرفوا على بعض من إعدادي وكمان اشتغلتوا مع بعض وذاكرتوا مع بعض وتكونوا أسرة، برضو كان في تحديات كتير. يعني أنا عايز أسألكم أسئلة كتيرة جدا بس خلينا نبتدي الحس توقفنا رغم دقة المواضيع أو خلينا نقول مجالات البحث اللي أنتوا فيها، لكن أنتوا هل ممكن تستشيروا بعض في المجالات العلمية؟ لأن أنا شايف كمان في يمكن انترساكشن كده ما بين برضو بعض المجالات اللي انتوا بتقولوا فيها، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذكي والتطبيقات الذكية وكده، تستشيروا بعض يعني بقى في علمية ولا كفاية البيت بس؟ لا لا والله يعني هو جزء كبير من اللي كان الدكتورة سماح شغالة فيه حاجات تتعلق ب تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة. وأنا أصلا مجالي مجال هندسة مدنية ونقل ومرور ومطارات وكده، فبستخدم دايما الجزء اللي يتعلق بالانوفيشن والتكنولوجي في بعض الامور من سماح وفايس فيرسا، يعني هي برضه ساعات بتستعين ببعض الامور من الجانب العملي والتطبيق اكتر. يعني وحضرتك اخذت الجائزه على اي بحوث؟ على بحوث معظمها تتعلق بتعظيم الاستفاده من التكنولوجيا والبيانات في اداره النقل ومنظومه المرور ومحاكاه المرور. احنا في صدد التحقيق تقريبا في مصر كمان عندنا مشروعات وخطط، وانا عايز اعرف ده ممكن يتطبق ازاي يعني. بس كمان دكتور حسام كان ليه ايضا ابحاث دوليه مختلفه وبعض الجوائز ايضا في منتدى النقل عن اخلاء المدن الكبرى في وقت الكوارث او التعامل مع الكوارث في المدن الكبرى. مظبوط. وده اعتقد مجال برضو مهم عندنا في هو في كان مصر مجال البحث بتاع الدكتوراه كان يتعلق بازاي نقدر نخلي اماكن فيها حشود كبيره من الناس في اوقات قليله وباقل خسائر ممكن. ودوت كان الجائزه يعني اللي حصلت عليها بعد الدكتوراه، وبسعد يعني ان انا المشرف بتاعي اللي كان يعني اتعلمت على ايديه في كندا كان مشرف مصري برضه في جامعه تورونتو، فدي حاجه برضه تضيف لينا جميعا يعني. فالموضوع ده ميزته ان هو ممكن يتطبق في حاجات مختلفه، يعني ممكن تاخد نفس المبدا دوت وتطبقه مثلا في الحشود عند مثلا الاستاد او منطقه كبيره او في الحج مثلا او العمره. فدي كلها المبدا يعني قد يكون نفسه ولكن التطبيقات تختلف والاستفاده منها يختلف. يعني طبقنا الكلام دوت في تورونتو برضو واحنا بنخطط للبانام جيمز في الاولمبيات الاخيره في سنه 2015، فده كان المجال بتاعنا. خصوصا ان احنا ما عندناش الثقافه دي كمان، يعني ثقافه الاخلاء دي ما عندناش تورونتو، لكن في الشرق الاوسط او في مصر هل عندنا البرانش ده او التفكير ده؟ اصل الموضوع عندنا هنا مقتصر على الجانب الامني مش بقوه، لان احنا ما بتقابلناش كوارث طبيعيه كتير. المناطق اللي فيها كوارث طبيعيه كتير زي هيريكنز او بتلاقيهم دايما عندهم خطط محكمه وفي ناس مسؤولين عن تنفيذ هذه الخطط في اوقات معينه،
وبالتالي لازم يتعمل لها بلاننج حتى في البنيه التحتيه كمان للبلاد. احنا بنشوف كده في اماكن مثلا التسونامي او البراكين بيبقى عندهم اكزيت ويز كده مظبطين ان ده الطريق اللي هياخده. احنا عندنا برضه صفرات في بعض السيول والبابليك يعني متعلمين من هم في المدارس كمان خطه الاخلاء دي. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا يمكن في الدول العربيه وخصوصا في مصر ما عندناش لسه ثقافه ان احنا نخلي مكان دي. ما الحمد لله يا رب وان شاء الله ما نتعلمهاش ما يكونش عندنا اي كوارث. هو علم موجود وليه تخطيط وليه اسس وليه مبادئ ونتمنى ان احنا نعرف نضيف بيه دلوقتي. خلونا اتنقل كده معاكم كده يعني بجد دي حاجه مهمه قوي ان احنا بجد والله العظيم الرسائل دي زوج وزوجه دراسه عمل وغربه واسره واسم الله ولد وبنت صعبه ما شاء الله صعبه يعني دي معناها تحمل مسؤوليه من الجانبين اكيد. قولي لي عملتها ازاي يا دكتوره سماح؟ بس هو الحمد لله طبعا اولا واخيرا توفيق اكيد توفيق ربنا وممكن اكون اكيد والدتي مصدر الهام كبير ليا ووالدي كانوا احنا كنا خمسه وهي كانت بتشتغل والحمد لله الحمد لله انا واخواتي كلنا الحمد لله كنا متفوقين في مجالاتنا يعني ما شاء الله. كانوا بيحاولوا يتعاونوا مع بعض والحمد لله حسام مقدم لي الدعم ده جدا احنا مع بعض في كل حاجه مفيش بقى سيد مفيش سيد خالص لا في الحمد لله يعني سبورت على طول و منه من اسرته على فكره كمان بسم الله دي صور دي فتورانتو دي لا وقت تخرجنا سنه 2004 او من كليه هندسه تخرجنا احنا نفس الدفعه وهنا دكتور حسين دفعه التخرج ده في 2004 ما شاء الله. انما انا لو يعني المفروض ان سؤال زي ده كان متوقع ازاي بقدر اوفق وكده واحضر له بقى اجابه نموذجيه وكلام التنميه البشريه وان انا كنت بخططها وبعمل كذا وعارفه ان هيحصل كذا لا خالص خالص احنا كلنا عارفين ده كلام نظري قوي. اللي بيحصل انه ات اني بوينت اوف تايم اكيد انا ببقى حاسه ان في حاجه مقصره في حاجه. هي النقطه بقى انه طبعا بتوفيق ربنا برده ان الواحد بيحاول يبالانس ويوازن وما يسيبش حاجه توقع قوي ويعيد ترتيب باعاده ترتيب الاولويات من فتره للتانيه يعني كل فتره الواحد لازم يراجع كده فيها الاولويات ولو ادى حاجه اكتر حقها يرجع يوازن تاني يعني في ايام بيبقى الواحد. الحاجه الثانيه انه برضو بنحاول جاهده يعني واحنا مع بعض من ساعه بعض في ده انه ما يبقاش في اوفر ثينكينج قوي. في تخطيط وفي هدف اكيد كبير بس في الاخر نمشيها ستيب باي ستيب برضو لانه احنا ما علينا الا السعي وفي الاخر النتيجه دي بتكون يعني يعني احنا بنجتهد يعني وخلاص. فالاوفر ثينكينج وان انا اقعد اتخيل مثلا ان انا ازاي هقدر اعمل الدكتوره وانا معايا طفلين ممكن كنت ما اقدرش انما هي الواحد بياخدها ستيب باي ستيب طبعا بتكون دايما في بعض ودي مهمه شاقه برضه. طب احنا ليكي معانا ليكي مهمه ممتعه على فكره جدا مفاجاه معانا طالب كليه وكريم محمد وواحد طبعا من درسته على ايديكي من طلبه كليه الهندسه. اهلا بيك يا كريم صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتوره معانا عايز تقول لها ايه بقى على الهواء؟ اهلا يا كريم ايه المفاجات دي؟ انا حابب اقول السلام عليكم للناس اللي موجوده في الاستوديو كلها. اهلا وسهلا. طبعا خير استاذه اسماء وصباح الخير استاذ حسام. وحابب اقول مبروك اولا طبعا للدكتور حسام ودكتوره سماح على المجهود اللي هم بيعملوه بصراحه من قبل حتى ما يسافروا كندا والمجهود اللي بذلوه في كندا وبعد كده المجهود اللي بذلوه لما جم مصر. دايما الناس بتشوف اللحظه الاخيره الشوط الاخير لحظه استلام الجائزه لكن ما حدش بيبقى عنده تطور هم تعبوا قد ايه سواء هنا او هناك او بعد ما جم رجعوا هنا. فبصراحه هم بيمثلوا نموذج مشرف مش لدكاتره الجامعه بس هم بيمثلوا نموذج مشرف للاسره المصريه اللي بتحمل على كاهلها يعني مش عارف اقول ايه مسؤوليه لازم بعد ما هم يوصلوا لحد معين بعد كده يوزعوا المجهود اللي وصلوا دوت ويحاولوا يفيدوا المجتمع بالعلم اللي ربنا رزقهم بيه. مبروك دكتوره سماح. انا كنت يعني انا ليا الشرف ان في فتره من الفترات ان انا اتعلمت على طب احكي لنا كده كريم عن دكتوره سماح بقى الدكتوره يعني شديدة وكده يعني ولا شخصيتها عاملة ازاي؟ خد بالك عشان درجات لا ما بقتش بتدرسه خلاص خلاص ما بقتش بتدرسه خلاص لا والله هو دكتور سماح يعني من اول محاضرة خالص ثابت علمها مع الدفعة كلها اللي هي يعني ما بدأتش في البداية التقليدية اللي هو احنا متأخرين في المناهج ودخلت في الجزء الأكاديمي على طول لا خالص. هي اتعاملت معانا بشكل نفسي الأول سمعت لنا اتناقشت معانا عاملتنا وهيئتنا نفسيا وحسستنا باهميه اللي احنا بنعمله ان انت جاي هنا طالب علم جاي علشان تعمل حاجه مش جاي بس تاخد درجات. حتى يعني على مدار الترم كله كنا بنسالها الامتحان هيجي ازاي طب الدرجات طب كده هي كانت كل شويه تقول لنا طب افهموا الدرجات المقدور عليها الامتحان ان شاء الله هيجي مظبوط.
هي كانت دايما يعني بتؤكد على اهميه الحاجه اللي احنا جايين نعملها، مش اهميه امتحان اخر السنه. صحيح، دي اهم حاجه يا كريم. حب المدرس ده ممكن يكون لوحده اصلا حافز ان انت تحب موادك وتشتغل على نفسك وتبقى شايفه قدامك ايقونه كده وقدوه. نشكرك شكرا جزيلا يا كريم محمد، ونتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله في يوم من الايام تكون ضيفنا هنا في صباح. وقلنا كمان بنبارك لك ان شاء الله بابحاثك وبحصولك على الجائزه. كمان معانا مفاجأة تانية، بس دي للأستاذ الدكتور حسام عبد الجواد، ودي مفاجأة غالية. والله يسعد صباحك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. مرحبا بيكم. قول لنا كده إحساسك إيه، وبسم الله ما شاء الله كده إحنا قاعدين مع الأستاذ الدكتور حسام عبد الجواد، وشطارة ما شاء الله، وتعليم جيد، وخلق وأسرة ما شاء الله زي الفل. إزاي عرفت، يعني قول كده رسالة للآباء كده، إزاي عرفت تطلع أستاذ دكتور حسام عبد الجواد؟ والله هو في حاجة جميلة جدا ممكن نقولها للناس كلها، إن الشيخ الشعراوي بيقول إن أولى ثمرات الإخلاص في العمل صلاح الذرية. صحيح. فإحنا الحمد لله عملنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا أنعم علينا بصيد وكرم من عنده، إن الإنتاج اللي قدام ساعدتكم دون إخلاص في العمل واجتهاد منهم بالدرجة الثانية، يعني الإخلاص في العمل ده نمرة واحد. صح. صح. وجهدهم العظيم اللي هم عملوه هم الاثنين حاجه مشرفه تسلب القلوب، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الحمد لله ده كده يا رب دايما التفوق. وبرده ده جهد حضرتك والاسره كريمه. نشكرك شكرا جزيلا. بعلم على ايديه يعني والدي استاذي، يعني كنت الرياضيات انا بقى يعني واخد العلم ده كله والشطاره دي كلها منه يعني. ما شاء الله. شكرا يا بابا على الكلام الجميل. ربنا ما شاء الله لي. ربنا يبارك يا رب. ودايما كده زي ما والد حضرتك قال الاخلاص في العمل، يعني احنا كلنا درسنا وكلنا ذاكرنا، بس بتتفاوت درجاتنا بتتفاوت شطارتنا بعد كده بدرجه اخلاصنا في العمل. دور الاهل بقى بيبقى عامل ازاي؟ انا علشان اطلع طالب دلوقتي مصري، الناس كلها دايما بتتكلم عن التعليم في مصر وعن مشاكل التعليم في مصر، واحنا في الاخر ما شاء الله كل سنه بنشوف عندنا علماء من اجيال جديده وبيحاكوا العالم وبيكونوا هم اللي ماسكين المراكز الكبيره حتى بالزبط. في العالم، في المراكز البحثيه والعلميه كمان. عشان اطلع طالب متميز بالشكل ده، ايه اللي ناقصنا؟ وشايف ان الدوله ازاي ابتدت تهتم بمجال الابحاث العلميه؟ والله انا لو انا يعني هاخد دوت في صوره رساله للطلبه، ازاي ممكن مثلا اديهم بعض التبس اللي احنا اتعلمناها وشفناها في الحقيقه، يعني الكلام ده انا مش بقوله عن طريق كلام واقعي، خبره حياتيه. اول حاجه السعي الدؤوب المستمر بدون الانتظار لنتائج سريعه وحقيقيه في وقت قصير، يعني التأني والسعي الدائم. لان انا في كثير من الاحيان الواحد مع متطلبات العصر والتغيرات اللي موجوده والتكنولوجيا الناس، احنا حتى بنتكلم عن نفسينا كمان عايزين الحاجه دلوقتي immediately، ولكن في بعض الامور بتلاقي ان انت ممكن تفضل تشتغل سنه والثانيه والثالثه لغايه ما تلاقي النتاج دوت والثمار بتاعته، بس المهم ان انت تفضل شغال طالما انت كان عندك هدف ومؤمن بهذا الهدف. الحاجه الثانيه المهمه ودي برضه بريفلكت فيها على كلام الوالد، الاخلاص. الاخلاص في العمل ده حاجه لو كل واحد فينا، وانا بوجه الرساله دي حتى لاساتذتنا اللي اتعلمنا على ايديهم وبشوف ده فيهم، هم اخلصوا في التدريس لينا وتعلمنا، ولولا كده ما كانش حد طلع. كل العلماء اللي حضرتك شفتيهم المصريين اللي طلعوا نبغوا بره وبيحاولوا يرجعوا ويضيفوا البلد. فالاخلاص في العمل ده حاجه اساسيه لازم، والعمل ده ما هوش وانا بدرس، لا ده وانا بدرس بتعلم ازاي، باخد المعلومه ازاي، من مين، عايز اعمل بيها ايه، ان سو اون. فدول يعني تو بوينتس كده احب برضه. يعني برضه الناس دلوقتي احيانا بتقول يا عم احنا بلد دي ما فيهاش مستقبل للبحث العلمي، وهنا اللي بيشتغل بالعلم خليني اقول يعني بشكل واضح ما بيبقاش في العائد المادي المناسب، ولا احيانا بيبقى في العائد الادبي المناسب الا باستثناءات. انت شايفه انه احنا لسه عندنا نفس ال لا انا حديثا عن المستقبل وتعقيبا على كلام الكريم اللي بشكره عليها وعلى هو وكل زمايله الحقيقه اللي كل يوم بيدوني امل في المستقبل. الشباب عندهم وعي كبير، عندهم جراه باحترام وبحريه راي وفكر، ومطلعين قوي وعارفين. لما احنا عملنا نشاط في الكليه عشان تشجيعا للبحث العلمي، ولانه انا ببقى حريصه دايما اسمع منهم قوي، لان هم
العصر بيتطور واحتياجاته بتتغير، فهو لازم نفضل نسمع منهم ان هم محتاجين يربطوا الدراسة النظرية بالتطبيق العملي. فقلنا كاننا بندرع عصفورين بحجر، هم بيربطوا بالتطبيق وبيحاولوا هم يوصلوا لتطبيقات عمليه للنظريات اللي بياخدوها في ماده الرياضيات اللي انا بدرسها لهم، مع ان هم كمان يقوموا ببحث علمي في هذه التطبيقات. والبحث العلمي انا بشوف انه بينمي مهارات كتيره قوي حياتيه كمان، مش بس مهنيه او علميه. ازاي طب انت اتحقق من مصدر كل معلومه؟ انت البيئه زي ما حضرتك كده وصفتيها، اسره متكامله، اسم الله خمس افراد، خمس اخوات كنتوا في عيله واحده، انه اكيد كان في دور مهم جدا من الاب والام علشان يكون في عندنا دلوقتي دكتوره سامح. طب تخلينا نسمع كده من المكالمه اللي جايه لنا دلوقتي. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مين معايا؟ منورنا مرحب من والد الدكتوره سماح. اهلا بيك، بنرحب بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. انا ده حاليا عند اخويا اصلا. اهلا وسهلا، برحب بيكم، برحب بيكم. اسعد صباحك، واحكي لنا كده ازاي عندنا دلوقتي دكتوره سماح، وازاي قدرنا ان احنا يكون ما شاء الله عندنا عيله من خمس افراد بنقدر نهتم بتعليمهم وان كلهم يبقوا نابغه وناجحين كده في تعليمهم. عايزين نوجه رساله للاباء كده. والله احنا الحمد لله، يعني احنا كنا بنحاول يعني نربيهم التربيه اللي هي اللي ربنا امرنا بيها، يعني على القيم والتقاليد والاصول العليا، وانهم ينظموا وقتهم وينظموا يعني افكارهم وتعاملهم مع الناس والسلوكيات والاخلاقيات والحاجات دي، وربنا كرمنا وتحقق املنا فيهم يعني كلهم الحمد لله. الحمد لله. طب استاذ احمد، والدي محمد الشافعي. ايه؟ محمد الشافعي. استاذ محمد الشافعي. محمد الشافعي، تيجي دكتوره سماح تتكلم معاك وتقول لك انا شغاله دلوقتي على مشروع الفلاني، او بحاول يا بابا، او بحاول اشتغل في القصه الفلانيه، يعني بتدردش معاك في المجالات اللي بتشتغل فيها وكده، وانت دايما بتقول لها ايه بقى؟ والله بتدردش وبتتكلم بمنتهى الاخلاص كده ومنتهى الحماسه، وبتبقى عاوزه يعني الكل يبقى عنده نفس الحماس ونفس الاخلاص. وهي دلوقتي حاليا فرحانه قوي بطموح الشباب اللي موجودين في الكليه. ده حقيقي ما شاء الله، ده اللي احنا لمسناه. يعني ما شاء الله، يعني فعلا استاذ يعني محمد، ما جاتش مره لحضرتك مكالمه كده محتاجه لك تيجي تقعد مع الولاد، عندنا امتحانات تشيل الولاد، ما حصلتش دي كتير جدا؟ لا لاولادهم هم يعني. لا كديو ممكن اجاوب على السؤال ده، لو هو مش عارف. لا والولاد حصلش ايه بالواجب. جزء من الموضوع بصراحه، احنا يعني احنا كنا بنقول ان احنا نفسنا نرجع علشان برضو نبقى موجودين مع اهلنا ونبقى جنبهم، وقد يكونوا هم محتاجيننا في هذا السن والعمر، ولكن في الحقيقه اللي احنا شفناه ان احنا محتاجين لهم اكتر من ان هم محتاجين لنا. ده حقيقي، الحمد لله. والولاد طبعا بيستنونا لغايه دلوقتي، فربنا يبارك فيهم. نشكرك يا استاذ محمد، والف مبروك كده، يا رب دايما كده في درجات اعلى وتفرح بالكل باذن الله يا رب. عايزه اقول الحمد لله يا بابا وماما، من الحاجات اللي كانوا يمكن ما بيقعدوش يذاكروا معانا ولا كده، بس كانوا في حب وامان وثقه بيخلونا يعني الحمد لله سلمت الثقه دي. بعد الحاجه المشتركه بين الاباء انه الحديث عن جوده التربيه، يعني انت تربي ابنك على قيمنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وديننا وعن الاخلاص وعن حب العمل، بيطلع الناتج بتاعه مش مطلوب من الاهالي ان هم يقعدوا مع اولادهم يذاكروا لهم، ولا ان هم يقعدوا يحلوا الهوم وورك ويشقوا معاهم الشقه وياخدوا المشوار من اوله فعلا، لكن مطلوب ان احنا نحط البذره الصالحه زي ما سمعت من ولد حضرتك. الاساس هو الاساس في كل حاجه. ووالده حسام صحيح ما اتكلمتش، بس هي يعني عطاء بدون انتظار مقابل، يعني ما شاء الله. لا بيبقى واضح، بيبقى واضح في ويدوم السند، وان شاء الله نشوفكم في مزيد من النجاحات والمشاريع القادمه، مزيد من الجوائز. احنا كنا سعداء جدا بوجودكم معانا، نورتونا، والف الف مبروك، وقدمتوا نموذج اعتقد انه نموذج فريد ومختلف. شكرا جزيلا لك. نورتونا، بشكركم جدا. دكتور حسام عبد الجواد بشكرك شكرا جزيلا، والدكتوره سماح الطنطاوي بشكركم شكرا جزيلا. نروح معاكم لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم كمان عن الجديد في مجال السياحة وبعض الابتكارات، خلينا نقول الجديدة المصرية، ومحاولات لمبادرات مختلفة خارج السياق عشان نقدر نجيب مزيد من السياحة لهذا البلد بعد الفاصل.